احنا زمان اصلا في شويه ملخصه في الهرمونات دخلت طبعا على اساسها من المستشفى شويه، والحمد لله هي دلوقتي بتتعافى يعني ان شاء الله ممكن باذن الله. طبعا شوف التعرفنا بس ممكن باذن الله خلال مثلا شهرين تبقى هي رجعت زي يعني هنشوفها تغني. والله علشان اكون صريح معاك، هي فعلا طبعا هي مع المنتج الكبير اللي في مصر فعلا كانوا خلاص جهزوا الاغاني واتعملت الاغاني وهي بعت لها الاغاني وحفظت وخلاص كانت على يعني اتصادت ان هي تدخل الاستوديو خلاص من التصوير، بس سبحان الله يعني هو حصل شويه الغلطات دي. طب الغلطات حصلت في الدنيا كلها بس يعني دي هي تحديدا يعني حصل شويه تاخير بس يعني حصل تاخير عشان الموضوع، لكن فان شاء الله الاغاني جاهزه والالحان اتعملت كل حاجه وتوزعت.